الشيخ حاجه مصري باش وثي كثره خاطر يروكون في وثغا مزرب اللي غادا سفلس المصيبه سينا كني دوارج دجاج يولد السوربايون جينيرال بلي تاعقض بلي عدا في وث يسولي لا بوليس دغا خيرا خيرا كن يمينو طن اثنيا تقضد لا بوليس مي تقض لا بوليس ذا شو غيث يمنعن يمنعي سو كويزيني وين يخدم لنا الماكلة دينا خاطر نكوني ديني زدغا ودن صغار على صحة دغا يون كبوليس ني يدي دانا كني يسن يعني تيرياس الكويزيني ياكي الكوليج نسيدي عيش دغا يفوض دغا الديريكتور مسيو عاترون إني يس الكوميسار ني إني يس أيني لان كخام إني يس نكوني أنا مرانجي بويغر أنا غيني يس متسحر يعني أتاوي مرا خطر فغانا ثاوين أما فغانا ثاوين وفغير كانت كملا باش وساقوة غارة مسلا يهي ثدنو غار تشكي ذا شو يعني اكتغاضن مريح إمي ثدسمنا هارون محمد أميني سنان يروح يطلع ذي وزعتنا غادي لا بوبال يوفان الدوسي لا بورسينس تقرنت على لا بوبال دغا مسكين ديني زدغريني مطاون ديني ميوسن مليح ديني ثنرفض اكني قدا اكني لان خيرا يمدو كر دغا نرفضي ثنعاوني ذا شو ذا قشيش يسعان النيف مليح ودي هضره يعني فاش يقرحني تصطف كان كي الكوراج نغرب بحر غورس ثنمير الدكتور تيد تسكي غيدينا وما وغمي ساكي يخدم ما الشريف بالعمري يخدم سي خمسه ديال ونيت اكزاكتومون جوستومون سا بنا سي تين سي دهش اللي تخلص 34000 في تريميست اللي مس تاغ تقول الناس 20000 دونك تاغ 54000 ايتريميست تقول هاد 20000 يمس ديس تمس سوا كان درنت ايدس الا خيم انفاري بانو تمسيل بغيت كان دار نويون ومسر البلاك دينا يعني ذرقز يكتسطفن يعني ذي الشرفيس ذرقز يكتسطفن ذي كمانيس نكني غاس اسمي يغدي حكا انك تقارني داينا الدوسينو كني قارنا كنار لا بوبيل ني غاس ما تفغيض اتدو ذا ار بافا اسلحكو خاطر بابا رحمه ربي السنين تاكو ورشيد بن قار دارجاز يكرهن الفاتول ني غاس ما الا تفغيض اتدو ذا ار بافا اسلحكو ودياس هذه زرا ماد السيرفايون اماد الديريكتور انك لا انك قول في الغدر ولا إنك أديس يون يعني أديني بلي أدسعوغ لابورس إنك تقرنت إنك كده عيشة بلا لابورسة جين وذ الدور بلا لابورسة جين تك صح ما سخي موزين وما تكشيني تخدم كسوغاس 67 خمض سيون تي أكو ذي ذس أمكي صمد هارون إسان تين سيد عيش إسان تين سيد عيش موحن دقما en 67 l'année scolaire 67-68 محمد هارون يتفينيار دا أماكن ديون يقهركن الباطل يقهرك لانجستيس سوسيال ديون يقلن ديق الليل وريس عارة لموين سواتاس ودغن التيمونيا جدي في كامهم داوك ليو يوسف عليوين أكن يقلن الحال لسي أنت وكيس لها في اللاس انشتاقي ذا معو يتغيمر الحقيس يتغيمر الحقيس وريح ملار البطل ايه اسقر نقش شي هنا يوار ان با لانجستيس سورا ما تبغيض اون دور دو سان تاك دا اك دسي ولا ايه اخو ولاد سي ولاد زرا ول فين قال نقول كديل هارون اسمي لامسيان اسمي قال لك سيدي عيش هاتا كان قال هارون محمد ذهين اسمي قال قال الجزائر قال لا فاكولتي دالجي فوالا كم لمس لايك هذه سينوتي
ني راك دي سي ان تي اكيد نسن دي قلي لنا كاين لا نسعار لي مويان لا 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 بورس وي ساعات و تي سعار مالغري اي واشو اي سي ريفولت خاطر 62 يا اي ان اوتر شومان د لانديبوندونس ا ايتي كونفيسكي لانديبوندونس د الجيريا ا ايتي كونفيسكي دونك الكثرى غراوي مغراسن قلان دونك دان شويه كثر تنسن Ils sont révoltés contre l'injustice à l'époque. C'est ce qui nous a éclairé sur le fait que finalement, on est différent des autres qui veulent nous donner un cachet de pays arabe. عطاك الصحة بغاك دير نو يونس تقسيم كسكواس 69 و 70 اسمي ادفون سكيلن تيفينا على الفابي بربير امك اسد قضن اسكيلن دي تيفينا محمد ام كيفاش مريض سان كونتاكت ان غام كي دي ايدي وساي ولاك ام كيف قار ما كان الالفابي انسي من ديكا 69-70 grâce au grand militant de la cause berbère Bessoud Mohamed Araf, il créa l'Académie berbère à la rue du Zès, Paris 2e. Alors de là, Mohamed Haroun était l'un des premiers à adhérer à cette Académie berbère, donc il a reçu le Tifinagh, traduit en arabe et en français. On se réunissait à partir de 69-70, on se réunissait au niveau dans la région à Akboua avec d'autres amis, mais il a pas de cité, donc il était l'un des premiers à adhérer à l'Académie berbère. كسينا نكي روح غار رستي في قرار دينا نقول للفابيني انا ايسي دي سنسيبيليزي ان بو انا ديستريبيو او نيفو دابور دو ليسي او نيفو دو لا بوبيلاسيون بربروفون دو سيتيف كي تريز امبورتون اي يا يو ان ايفاي امبورتون ما تبغي غير تكمل من بعد ذا شو ذا كي نوزا سودي ا سيتيف دينا كي كونت اون افي ابري فان 70 لاساسينا دو كريم بالقاسم في لا سي افوربيا on s'est révolté davantage. Il a été assassiné dans une chambre à Francfort avec sa propre cravate, paraît-il. Il n'y avait qu'un simple petit communiqué dans le journal Al-Nasr, qui paraissait à Constantine à l'époque. Ça nous a révolté davantage. On s'est unis les berbérophones, on s'est organisé tout en liaison avec Haroun Mohamed. ثنمرت عدو غلاغ أرماس فركال نقود روسقواس تسعة وستين سبعين كتير أرماس فركال من السنة هارون محمد من سقواس داش وستين زيكس كتسعة وستين سبعين مازالي مال مزغير تسعة أربع سنين ثلاث سنين أربع سنين العمر دونك لو لاد أن 66 دونك une bonne partie حريش مقارن قويقد لنا كي قيوث مثلنا دي مسلعين كيني مازال دلو الغالة دونك مزيعة تاس اليبوك نشو دي تزوالين كيني غا دينيغ ماد مسلعي غا فهارون دينيغ ماسينو هارون pour une raison très simple parce que c'est le prénom qu'il s'est choisi qu'il a choisi pour lui-même et puis je préfère دينيغ ماسينو ولا دينيغ محمد parce que محمد il est très Elle est très chargée de, donc, idéologiquement. Et par respect donc, au choix de Mohamed, qui a donc, Mohamed Haroun, qui s'est appelé Massin, donc Adkara Massin Haroun. D'ailleurs, il se fait un peu goura, il n'a qu'un peu et il signifie Massin Haroun. Massin Aguirre, des sims Amazir. Donc, Massin Haroun, c'est un cas physiquement, un smith de Ford et le Hubs. En 87, mais bien sûr, c'est le Raïs, même en 76, un peu avant 76, c'est le Raïs, mais je fais autre chose. Je fais autre chose, donc je vois vraiment, il va aller notre passe. Les choses, mais non, je vais dire que le Raïs, le Raïs, تفريت على تعديض ما فوالا دونك جوست ا كوتي ا كوتي تفريت الوغ
الا مزيان تدارت على ليبوك سنت اللعيبه هذوك تدارت سنت لكن السنه كل الغاشي لا ريجون اي ميم عند النظام الوغ اللعيبه ديك تروحون ان بو بارتو ان كابيلي اي بور سونسيبيليزي الغاشي في مازيغ في قبيليه